بعد ما تعرفنا على احوال الطقس، تعالوا نشوف دلوقتي اسعار العملات واسعار الذهب ايه. هل حدث اي تغيير في ارتفاع في اسعار العملات وايضا في اسعار الذهب؟ خلينا نبتدي بالعمله وهبتدي بالدولار الامريكي. الشراء وصل ل 19.44 جنيه، اما البيع ف 19.55 جنيه، زدنا 3 قروش عن الامس. اليورو 18.74 جنيه للشراء، اما البيع ف 18.86 جنيه، وما زال اليورو منخفض مقارنه بالجنيه الاسترليني، وده عالميا وليس فقط في مصر. الجنيه الاسترليني امام الدولار الامريكي، الجنيه الاسترليني الشراء 20.97 جنيه، اما البيع 21.10 جنيه. يعني معنى كده ان الجنيه الاسترليني بدا في الانخفاض ايضا. الريال السعودي ما زال يوالي الارتفاع، الشراء 5.17 جنيه، اما البيع 5.20 جنيه. زي ما انتم شايفين ان الريال السعودي زاد عن الامس. اما الدينار الكويتي فالشراء 62.60 جنيه، اما البيع ف 63.98 جنيه. البيع بالنسبه للدينار الكويتي ايضا زاد، ويعني بيقترب او يلامس ال 64 جنيه. طب بالنسبه لاسعار الذهب، حصل فيها اختلاف؟ حصل فيها بعض الاختلاف، بس مش اختلافات جوهريه قوي. يعني احنا ما زلنا في المعدل اللي موجود بعد الارتفاع. يعني مثلا عيار 18 سجل 969 جنيه، عيار 21 1130 جنيه، احنا لسه عند حاله الثبات بعد الارتفاع. اما عيار 24 ف 1291 جنيه الذهب النهارده ب 9040 جنيه، يعني زاد 10 جنيه عن الامس، لانه امبارح كان 9030. فمعنى كده ان في زياده، ولكن ممكن نقول انها زياده طفيفه.